أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف، تأتيكم من قناة حلب اليوم وفي عناوينها: معهد الشرق الأوسط يصدر دراسة حول فعالية العقوبات الغربية على نظام الأسد وسبل تحسينها. بالرغم من أزمة الدواء في سوريا، النظام ينوي إمداد لبنان بالأدوية. وشح المياه وندرتها يزيد من معاناة النازحين في مخيمات ريف إدلب. أهلا بكم مجددا. كشفت دراسة لمعهد الشرق الأوسط عن خلل يعتري العقوبات الغربية على نظام الأسد، ناصحة باتباع خطوات جديدة لتصحيح مسار العقوبات وجعلها تؤدي الهدف المرجو منها. المزيد في التقرير التالي. مراجعة شاملة لفعالية العقوبات الأمريكية والأوروبية على نظام الأسد هو عنوان دراسة أصدرها معهد الشرق الأوسط، تطرق فيها إلى أداء العقوبات المفروضة على النظام وأوجه قصورها وسبل تحسينها. الدراسة التي أعدها الباحثان وائل العلواني وكرم شعار أظهرت أن نظام الأسد يرى العقوبات التي تستهدفه أقل كلفة من شروط رفع العقوبات والمتعلقة بفرض حل سياسي شامل في البلاد، وأن الأوروبيين اعتمدوا على العقوبات أكثر من نظرائهم الأمريكيين في التعاطي مع الملف السوري. الدراسة قدمت 4 توصيات لتفعيل العقوبات بشكل أجدى، أولها إيقاف الحظر الاقتصادي الواسع على مؤسسات الحكومة وإيقاف العقوبات على قطاع المال والصرافة بسبب كلفته على المدنيين وفق الدراسة. وثاني التوصيات تنصح بتوسيع استهداف الأفراد والكيانات من النظام من مختلف المستويات بحيث لا تنحصر في الطبقات العليا من النظام. أما التوصية الثالثة فتضيف إلى العقوبات أسلوب الترغيب لداعمي النظام في ملفات مثل إعادة الإعمار لكي يتخلوا عنه تدريجيا. ورابعة التوصيات تتحدث عن ضرورة استهداف الشبكات العميقة لنظام الأسد وتأسيس برنامج مكافآت للمبلغين عن الانتهاكات. خلاصة الدراسة توصلت إلى حدوث فجوة في العقوبات الحالية، مردها إلى ضعف التنسيق بين أوروبا وأمريكا حول هذا الملف، وورود تفاصيل غير دقيقة أو تضارب في بيانات المعاقبين، ما يؤدي وفق الدراسة إلى تقويض الهدف النهائي من العقوبات، وهو تغيير سلوك المعاقب. قصفت قوات النظام والميليشيات الإيرانية منازل المدنيين في الأحياء المحاصرة لدرعا وسط استمرار محاولات التقدم والاشتباك على عدة محاور. وقال مراسل حلب اليوم إن الاستهداف طال منزل عضو لجنة درعا المركزية والقيادي السابق في فصائل المعارضة عبد الناصر محاميد. هذا ونشرت مؤسسة نبأ الإعلامية المتخصصة بنقل أخبار الجنوب السوري، نشرت صورا قالت إنها لعناصر من قوات النظام بعد استيلائهم على منازل المدنيين في المزارع الجنوبية لمدينة درعا وتحويلها لنقاط عسكرية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد أحمد المسالمة، الصحفي من الحدود السورية الأردنية. أهلا بك سيد أحمد. بداية، ما الجديد في درعا ميدانيا وتفاوضيا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم وللسادة المشاهدين لقناة حلب اليوم. أهلا بك. المفاوضات متوقفة، قد يكون هناك اليوم جلسة مفاوضات ومباحثات بين النظام أنفسهم أو اللجنة المركزية، اللجنة الأمنية واللجنة العسكرية للنظام لتحديد ما هي مهام هذه القوات ومهام قوات النظام التي ما تزال تقوم بعملياتها العسكرية في درعا المدينة من القصف من الأعمال العسكرية. ليلا كان هناك محاولة للتقدم لإصابات الأسد على محور القبة بحي طريق السد، وهناك قتلى وجرحى من هؤلاء. القصف العنيف الذي شهدته مدينة درعا بساعات متأخرة من الليل كان نتيجة القيام هذه العصابات بمحاولة التقدم، فتصدى لها الثوار مما أدى إلى هناك قتلى وجرحى. هذا القصف كان لسحب الجثث وسحب الضحايا
من هذه المنطقة، وبكل أسف لم يتطرق أي أحد من إعلامنا الثوري بكل أسف إلى أن وجود هناك قتلى وجرحى لعصابات الأسد في هذا التقدم، ولا نعرف ما هي الأسباب التي لا تجعل أحد يتحدث عن قتلى عصابات الأسد في هذه المناطق. كم قتيل سيد أحمد، كم قتيل سقط من قوات النظام؟ هناك 4 قتلى وأكثر من 10 جرحى في حي القبة بحي طريق السد نتيجة التصدي من قبل الثوار لعصابات الأسد، والقصف العنيف بساعات متأخرة من الليل كان لسحب الجثث والضحايا. ونعيد ونكرر، هناك أسف كبير على وسائل الإعلام من الإعلام الثوري، من إعلام محافظة درعا، الذين يتنطحون إلى الإعلام ويركبون على هذا الإعلام بأنهم يخفون هذه الأسماء الأرقام عن المدنيين، ودائما يبحثون عن السلبيات ولا يبحثون عن الإيجابيات. المياه اليوم قطعت بشكل كامل عن مدينة درعا، وما يزال أكثر من عشرات العائلات محتجزة ومحاصرة في المنطقة الجنوبية من المزارع في مدينة درعا، وهم تحت ضيم الفرقة الرابعة التي ما تزال تستخدم التعزيزات إلى هذه المنطقة. النظام يراهن على المدة الزمنية، كل ما زادت المدة الزمنية كل ما زادت المعاناة وكل ما زادت الأوضاع الإنسانية سوءا. يوم أمس توقف آخر رغيف خبز بإنتاجه على في درعا البلد والأحياء المحاصرة. سيد أحمد، في درعا المدينة، في ضوء التطورات العسكرية التي ذكرتها وتشديد الحصار على أحياء درعا، ما المتوقع أن يحدث في المدينة خلال الساعات أو الأيام القادمة؟ الآن سيذهب الجميع إلى جولات مفاوضات. نعم، سيذهب الجميع إلى جولات مفاوضات لكي يلتفوا على القرار الشعبي والقرار الذي يتخذه الشباب في التصدي لعصابات الأسد، الذي وضع كل هذه الأمور على المحك وعلى طاولة المباحثات والمفاوضات هي قيام الشباب الصابرين المثابرين، والذين قالوا لا شيء لنا في هذه الثورة إلا أن نموت ونحن مرفوعين الرأس، نموت موتة الكرامة، الذين أخذوا على عاتقهم بالتصدي إلى هذه العصابات، هم الذين الآن يوجهون دفة كل المفاوضات، هم الذين قووا اللجنة المركزية، قووا الجانب التفاوضي من الجيش، من الأهالي والعشائر والوجهاء، هم الذين قووا الوجه التفاوض لهم، وهم الذين أعادوا الحياة للثورة السورية في كل سوريا. طيب، ما الذي ستناقشه هذه المفاوضات؟ ما الجديد التي ستأتي به؟ هذه المفاوضات لم تأتي بجديد، إنما هذه المفاوضات كما ذكرت أخي الكريم هي فقط لإطالة وقت الحصار وإطالة أمد الأزمة، وهذا النظام ما يراهن عليه دائما هو الوقت طول المدة، يزيد من الضغط الإنساني، يزيد من الضغط النفسي والاحتقان عند الأهالي حتى تخرج عن طورها الأهالي وتقوم بالحديث السلبي هنا وهناك، فيستغل النظام كل ذلك بحصاره، بتجويعه، بدماره، بقتله. رأينا كلنا المشاهد والمناظر لتمترس عصابات الأسد واتخاذ منازل المدنيين دروعا لها، وأيضا أخذوا المدنيين دروعا بشرية لهم في المزارع، وأيضا إغلاق الطرقات والطيران المسير الذي يستمر بشكل كبير، وعمليات استنزاف الثوار من العمليات العسكرية المحدودة التي تقوم بها عصابات الأسد بقوة محدودة وعمليات عسكرية محدودة لاستنزاف الثوار. كل هذه الأمور تسعى بها قوات النظام لإطالة أمد الأزمة لكي تضغط واستنزاف الثوار، ولكن نحن نقول لهم من بايع الله على الموت وبايع الأهالي على الموت ويريد أن يكون شهيدا ولا يكون أن يفاوض فهو صاحب القرار الفصل، وهم الثوار الذين قلبوا كل الموازين في درعا البلد وأعادوا الحياة إلى هذه الثورة. إذن ما خيارات أهالي درعا سواء اللجنة المركزية أو المقاتلين؟ اللجنة المركزية ستبحث عن التهدئة والسلم، هذا هو المبدأ الذي تبحث عنه، وأما المقاتلين فيبحثون عن العيش بكرامة وسلام. أما النظام فهو يبحث عن إعادة السيطرة لإرضاخ مهد الثورة ووضعها على مفصل باقي المناطق. نعم. ولكن هناك رفض الشعب لذلك، روسيا لن تتحمل مسؤولياتها إلى هذه اللحظة. شكرا لك السيد أحمد المسلمة الصحفي، كنت معنا من الحدود السورية الأردنية. في وقت تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة بتأمين الأدوية،
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن نظيرتها في حكومة النظام أبدت استعدادها لتصدير الأدوية إلى لبنان وتزويده باحتياجاته من الأدوية التي تنتج في سوريا. قرار جديد لحكومة النظام يثير الجدل، وربما يحمل السوريين أعباء جديدة وطوابير تضاف إلى طوابير الأزمات المنتشرة في جميع مناطق سيطرة النظام منذ سنوات. الصحة اللبنانية قالت إن نظيرتها في حكومة النظام أبدت استعدادها لفك أزمة لبنان الدوائية وتزويده بالاحتياجات من الأصناف التي تنتج في سوريا. رئيس المجلس العلمي لصناعات الدوائية في حكومة النظام رشيد الفيصل أكد أن قرار تصدير الأدوية إلى لبنان لن يؤثر على أسعار المبيع في السوق المحلية، مشيرا إلى أن القرار هو انفراج لصناعة الدواء وتحسينها، خاصة مع وجود فائض بالقدرة الإنتاجية للمعامل بحسب جريدة الوطن الموالية. هناك ندرة في تأمين بعض أنواع الدواء للمواطن السوري، وهذا أمر لا نختلف عليه، وبالتأكيد هذه الأصناف لن يتم تصديرها للخارج لأن المواطن له الأولوية دائماً وأبداً. القرار جاء تزامناً مع ارتفاع كبير في أسعار الأدوية في مناطق النظام وسط نقص في أصناف رئيسية لمداواة الأمراض المزمنة والأطفال. كل هذا يضاف إلى قرار وزارة الصحة في حكومة النظام الذي صدر الشهر الماضي بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 30%، معللة القرار بأنه لضمان استمرار عجلة الإنتاج في المعامل. وعلى سيرة الفائض في الإنتاج، مدير الشؤون الاجتماعية بمحافظة حلب صالح بركات طالب منذ أيام من أسماهم أصحاب البصمات الإنسانية بتقديم الدعم المالي لإنقاذ أرواح مرضى غسيل الكلى بعد توقف جلسات علاجهم. تصريحات بركات لجريدة الوطن التي سبقت تصريحات الفيصل بأيام معدودة أكدت أن مواد جلسات غسيل الكلى غير متوفرة، فعلى ماذا يعتمد الفيصل في قرار تصدير الأدوية للبنان إذا كان زملاؤه في الصحة يستنجدون بأصحاب البصمات الإنسانية؟ أعلن مهند دعدوش رئيس قطاع النسيج بغرفة صناعة دمشق وريفها في حكومة النظام أنه منذ عام وحتى الآن شهدت سوريا هجرة وصفها بالخيالية للصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر. وأضاف دعدوش في حديثه لإذاعة ميلودي الموالية أن الصناعيين تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل الحكومة السابقة ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها، كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، بالإضافة إلى بعض الترتيبات المتعلقة بالتصدير، مطالبا الحكومة الجديدة بتوفير تسهيلات للصناعيين وتسهيل دخول غير السوريين إلى البلاد. أدى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام لانخفاض كبير في حركة الأسواق التي انعكست سلبا في نمط استهلاك السكان. ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام عبد العزيز معقالي قوله إن المواد الغذائية التي تحتاج إلى تخزين في البراد شكلت أبرز المواد التي انخفضت في نسبة المبيعات عليها، إذ يلجأ السكان لشراء ما يلزمهم ليوم واحد فقط، موضحا أن سبب انخفاض المبيعات يعود إلى الخوف من تلف المواد تزامنا مع ارتفاع ساعات التقنين. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بمشاركة فنانين سوريين افتتاح منتدى هومبولت الثقافي في العاصمة الألمانية برلين.
أهلا بكم مجددا في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب اليوم. يفرض واقع النزوح على معظم السيدات النازحات الاعتماد على الأسلوب البدائي في غسيل الملابس وتأمين النظافة لأطفالهم وسط شح الدعم أو شح الدعم بالمياه والمواد اللازمة للنظافة. مراسل حلب اليوم منصور صبرا زار مخيم الكركات بريف إدلب وعاد لنا بالتقرير التالي. غسيل الملابس وتنظيفها في مخيمات النزوح مهمة شاقة تقع على عاتق السيدات وتستنزف الكثير من الجهد والوقت. هنا إحدى المسنات النازحات إلى مخيم بريف إدلب تعتمد على يديها المتعبتين في تنظيف الثياب، أسلوب بدائي فرضه واقع النزوح وصعوبة تأمين الغسالات والطاقة الكهربائية. الله لا يهنى اللي هجرنا ولا يوقف، والله مية ما عندنا، غسيلنا على يدينا، دواء الغسيل مشترى، المي مشترى، وكلتهم ما عندناش. أنا حرمة عمري يجي 80 سنة وما عندي شيء، وما يعني تواليتات ما بي، وإحنا نسوان. جهود النازحين في الحفاظ على نظافة مخيمهم وأطفالهم تعترضها عقبة كبيرة في تأمين مواد النظافة والمياه، فشح الدعم عن هذا القطاع يجبر الأهالي على شراء صهاريج المياه بمبالغ كبيرة، ما يضطرهم للتقنين في استخدامها، كما ساهم غياب شبكات الصرف الصحي النظامية في عدم توفير بيئة نظيفة وصحية. يا أخي شوب وريحة وبق، يا أخي انضرب وضع المهجرين ولك والله حرام، الله وكيلك في عالم تركت خيمة وهربت، وإحنا ناشدكم ما خلينا جهة، كل مرة على جهة يقول رفعنا كتاب وصار لنا شهر على الحالة، ذبحتنا الريحة والبق وعندنا أولاد مروا. مخاوف كبيرة لدى النازحين من انتشار الأمراض والأوبئة بين أطفالهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه النظيفة وانتشار السواقي المكشوفة لتصريف المياه المستخدمة، والتي يعتبرها الأطباء سبباً رئيسياً لأمراض عدة كالإسهال والتهاب الكبد الوبائي واللشمانيا. قلة المياه وانعدام المساعدات المخصصة لنظافة وغياب شبكات الصرف الصحي عن المخيمات ظروف زادت من معاناة المرأة السورية في مخيمات النزوح. من ريف إدلب الشمالي، منصور صبرا، حلب اليوم. أفادت وكالة الأناضول التركية بأن المسؤولين العسكريين الأتراك والروس توصلوا إلى اتفاق لحل مشكلة المياه والكهرباء في منطقة عملية نبع السلام الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني ومحافظة الحسكة شمال سوريا. وقالت الوكالة إن مضمون الاتفاق سينتج عنه توفير الكهرباء لمئتي ألف مدني يعيشون في منطقة عملية نبع السلام شمالية سوريا، إضافة إلى توفير مياه الشرب لسكان الحسكة وبلدة تل تمر شمال شرقي البلاد. هذا وتفقد العسكريون محطة مياه علوك بالريف الشرقي لبلدة رأس العين في منطقة عملية نبع السلام. قدمت الإدارة الذاتية التابعة لقسد شمال وشرق سوريا مقترحات لدول وحكومات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة ووضع حلول لعوائل التنظيم في مخيمي الهول وروج بريف الحسكة. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤولين في الإدارة أن النقاط التي تم تقديمها تتضمن استعادة الدول والحكومات الغربية والعربية رعاياها ومحاكمتهم على أراضيها ومساعدة أجهزة الإدارة الأمنية التابعة لقسد لتقسيم قطاعات مخيم الهول والإسراع بعملية بناء وإنشاء مراكز تأهيل، إضافة لتبادل المعلومات الاستخباراتية لإبعاد خطر التنظيم عن المنطقة وإنشاء محكمة خاصة بقرار دولي لمقاضاة عناصر التنظيم. نفى المتحدث باسم عملية العزم الصلب ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة واين ماروتو ما أشيع عن القوات الأمريكية بسرقة القوافل التجارية المتجهة من سوريا إلى دول الجوار.
وأضاف ماروتو في تغريدة له عبر تويتر بأن الإشاعات عن سرقة قوات التحالف الدولي للقمح والزيت ضمن القوافل المتجهة من مناطق شمال وشمال شرق سوريا إلى العراق عارية عن الصحة، مشيرا إلى أن مهامها تعتمد على ما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وسط ظروف بالغة الصعوبة تعمل بعض العائلات في ريف دير الزور ضمن مكبات النفايات لجمع ما يمكن بيعه لتأمين لقمة العيش والقوت اليومي. المزيد في هذا التقرير. وسط ظروف قاسية معيشية للغاية وهنا في ريف دير الزور تعمل بعض العائلات من النساء والأطفال في مكب النفايات لتأمين لقمة عيشهم وقوت يومهم، وذلك في بيئة مليئة بالأوبئة والأمراض. قال لما الليلون لما نحاس بافون، يعني أحيانا تطلع معي ولدي أبيع مثل بأسبوع 50-60 أدرج حالي، يعني مدرج علاج زوجي ومثل مصروف الولدي. والله ذاك ذيك المرة نهار اثنين قالوا لي بديش تجيبين لنا بدلات للعيد، قلت لهم ما عندي إمكانية أجيب لكم بدلات للعيد، إيه ما عندي، أو يعني يبكون ويصيحون يمطيني، قلت لهم ما أقدر أجيب لكم، يعني يشوفون يعني حواليهم وكذاني يجيبون، إحنا أنا ما عندي إمكانية قدرت أجيب لهم. والله وعايشين يعني من هالمكب، يعني قاعد ناخذ مثل أكلنا معانا لباسنا معانا، يعني من المكب مثل بصلنا خضرتنا بطاطتنا ما عندي. وزوجي أولي كان متجوز قديما زادين، وكان بحق زاد بنيات يتامة 3 بنيات، ومرته أولي توفت وما عندنا يعني مثل إمكانية، يعني وآدمي كبير يعني وما مرضان، يعني لا يقدر لا يشرج ولا يقرر. رحلة شاقة تقطعها النساء مع أطفالهن يوميا بحثا عن قطع البلاستيك والألمنيوم وكل ما يمكن بيعه. يبحث هؤلاء الأطفال عن أمهاتهم بين النفايات دون ارتداء ما يقيهم شر جراثيم وأوساخ قد تهدد حياتهم. نجي من الساعة 6 ما نروح بعد أذان الظهر، نروح مشي ونجي مشي على هالوضع هذا كلها، وعندي من العيلة 8 ومادية والله ما عندي، وهاي كل النهار أجي أنا وابني هنا ننبش، هنلقاها ننجمعن كل أسبوع، يا يطلعن 10,000 يا يطلعن 15، وعلى هالوضع هذا كل أسبوع نجمع والحمد لله. ما بي شغل بس لو بي شغل من الصبح ولدي راحوا يشتغلون وأنا قعدت لهم بالبيت، ما بي شغل ما بي عمل ما بي غير هالشغلة هاي، لا راتب لا شيء لا وظيفة لا عمل ما عندي شيء والله. مع انعدام فرص العمل في ريف دير الزور تضطر النساء للعمل في مكبات النفايات، لعل ذلك يسد القليل من احتياجات عائلاتهن في ظل غلاء المعيشة الذي تشهده المنطقة وفقر مدقع يعيشه الناس. يصادف اليوم الذكرى 13 لوفاة الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي وافته المنية في مدينة تكساس الأمريكية عام 2008 بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب. درويش من مواليد مدينة البروة الفلسطينية التي دمرت على يد القوات الإسرائيلية عام 1942 ليهاجر مع عائلته إلى لبنان ويعود إلى فلسطين بعد سنوات مواجها الإقامة الجبرية والسجن. ويعد درويش من أبرز الشعراء العرب ويمتلك قرابة 40 مؤلفا، كما حصل على سلسلة من الجوائز العالمية ومنها جائزة لينين للسلام وجائزة اللوتس وجائزة ابن سينا وميدالية فرنسا للفنون والأدب. افتتح في العاصمة الألمانية برلين منتدى هومبولت الثقافي الذي يضم متحفا فنيا حديثا جمع بين ثقافات مختلفة، وشارك فيه فنانون من جنسيات مختلفة من بينهم سوريين. المزيد في هذا التقرير.
بمشاركة عدد كبير من الفنانين التشكيليين افتتح منتدى هومبولت في العاصمة الألمانية برلين، وكان للسوريين مشاركة مهمة فيه. استطاعوا عرض أعمالهم الفنية في أهم متحف حديث يقصده الزوار من كافة أنحاء العالم في المبنى الذي كان قصرا مهما للفنون والإرث للباحث الألماني هومبولت. نحن اليوم في الهومبولت فوغم موزيوم، هو أحدث متحف في برلين. المتحف انبنى حديثا، كان انه فرصة جيدة، أنا بتوقع فرصة رائعة انه انسان من سوريا يشارك هوني في هذا الوقت القصير في معرضنا، انه نعرض اعمالنا الفنية. ثلاثة أديان اجتمعت في منحوتة معدنية تشبه فنجان القهوة شارك فيها فنان سوري، وضعت في المعرض الأولي مع شرح عنها، وكما شمل المتحف معرضا يحكي عن تاريخ برلين ومعرضا آخر يحكي عن موضوع غير مألوف وهو الجمال المريع الذي يتناول مادة العاج، المادة المطلوبة في أوروبا وترمز إلى الاستغلال وتاريخ الاستعمار وإرثه الظاهر. أنا جوانا شتابلفيل. نحن الآن في منتدى هومبولت في مدينة برلين في القصر الجديد الذي تم بناؤه لإعطاء الثقافة والعلم مكانا مهما. تم تأخير افتتاح المبنى لعدة سنوات بسبب كورونا ولعدم وجود مكان مناسب للعرض، وأخيرا تم اختيار قصر هومبولت. المنتدى اسم كبير وليس متحفا كلاسيكيا فقط، وهدفنا هو الارتقاء بالثقافة والعلوم. يهدف المعرض لاجتذاب الجيل الشاب ويغطي الثورات والحروب، ومنها الثورات في البلاد العربية، وكما يغطي مواضيع الحرية والأزياء والموسيقى، ويتضمن رموزا ثقافية من تاريخ برلين المعاصر. معرض برلين جلوبال يظهر كيف تحركت العاصمة الألمانية برلين باتجاهات متنوعة وسعت إلى الاندماج بين الثقافات المختلفة ومنها العربية في المنطقة التي تجمع أكثر جنسيات العالم. عبد الرزاق صبيح، حلب اليوم، برلين. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام نشرة أخبار المنتصف التي قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء.